حاب كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول حضورا لمؤتمر الدولي لترافع القضايا تحت شعار الجامعة والأكاديمية للترافع عن مغربية الصحراء، وهذا يعني محمود لجامعة من الجامعات، وهذا ما نريده أن نتحد جميع الجامعات بالمغرب من أجل الانفتاح أولا على فعاليات المجتمع المدني، بالإضافة إلى أن تناقش قضايا ومن بينها قضية الصحراء المغربية والدور الذي يمكن أن تقدمه الجامعة في الترافع أمام المناورات العدائية سواء على مستوى الداخلي أو كذلك على مستوى القاري أو كذلك في أروقة الأمم المتحدة أو على طاولة جنيف. إذن كل هذا ربما أعتقد على أنه الآن يعني يذهب بالتوازي مع الانتصارات الدبلوماسية التي تعرفها قضيتنا العادلة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والدليل على ذلك فتح القنصليات والاعتراف الأمريكي وكذلك عدول إسبانيا على مناورتها للمغرب. ونتمنى إن شاء الله من الطلبة بأن يحدو حدوهم إن شاء الله بداية من هذه المنصة اليوم الترافعية والتكوينية بإذن الله تعالى دفاعا عن وحدة الوطن، وكذلك حتى أنه الطالب مقبل على أنه يكون سفير للمملكة المغربية في العديد من الجامعات الدولية، وهنا كذلك لابد من أن نجد من يناور، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجد سدا مانعا لكل المناورات التي يعني يحكوها خصوصا وحدة الوطن. المطلوب وضعه صاحب الجلالة الملك البلاد محمد السادس إن شاء الله يحفظه، وضعه في خارطة الطريق من أجل أولا التكوين والموارد البشرية وكذلك انفتاح على يعني كافة المؤسسات من أجل أن الجميع أن يحمل هذا الهم، وكذلك نطلب كذلك من رئيس الحكومة بأن يعمل على وضع مجموعة من التدابير اللي هي تهم دعم جمعيات المجتمع المدني والمؤسسات والجامعات وخاصة البحث العلمي في إطار يعني إيجاد يعني الحجج الدامغة هي موجودة في العديد من المؤسسات، ينقصها فقط الانفتاح وكذلك أن توضع في أيادٍ آمنة من أجل الترافع بشكل جيد أمام مناورة العدائية.